الله الرحمن الرحيم. دكتورة ماجدة علام، رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي جامعة المنصورة. النهاردة هنحب نتكلم، مش هنقول محاضرة، هنقول محاضرة تعريفية للأطباء الناشئين والأطباء الصغار، يمكن اللي هم بيحبوا يختاروا مجال الشغل بتاعهم، بيحتاروا بين جميع البرانشات. فوجدنا في الآونة الأخيرة اتجاه بعض الأطباء الصغار لاتجاه علاج الأورام، فأنا بحب أقول لهم كلمة إن هذا الفيلد أو هذا المجال هو مجال شق، لأنه هو بيتعامل مع فئة من المرضى اللي بيحتاجوا كل الجهود المكثفة لكي يتم الشفاء، فبيحتاجوا منهم تضحية من الوقت للأبحاث المستمرة، ونحتاج منكم كمان دايما الاطلاع على كل ما هو جديد، حضور المؤتمرات المستمرة لكي يصلوا إلى أهم الأبحاث التي تؤدي إلى نجاح القضاء على مرض السرطان.